بسم الله الرحمن الرحيم. ऑनलाइन टीचर में आपको वेलकम करते हैं. आज की वीडियो में सूरह अर-रहमान का रुकू नंबर एक सीखेंगे. वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सबक को याद करने की कोशिश कीजिएगा. तो चलिए सबक का आगाज करते हैं. سورة الرحمن مدنية. اس سورت میں 78 آیات اور 3 رکوع ہے. آج ہم پہلا رکوع سیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق خلق الإنسان إنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع ووضع الميزان ميزان ألا تطغوا ألا تطغوا في الميزان في الميزان وأقيموا الوزن وأقيموا الوزن بالقسط بالقسط ولا تخسر ولا تخسر الميزان ميزان والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل والنخل ذات الأكمام ذات الأكمام والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان والريحان فبأي آلاء فبأي آلاء
ربكما تكذبان ربكما تكذبان خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال صلصال كالفخار كالفخار وخلق الجان وخلق الجان من مارج من مارج من نار من نار فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين ورب المغربين فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان يلتقيان بينهما بينهما برزخ لا برزخ لا يبغيان يبغيان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان يخرج يخرج منهما اللؤلؤ منهما اللؤلؤ والمرجان والمرجان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان وله الجوار وله الجوار المنشآت منشآت في البحر في البحر كالأعلام كالأعلام فبأي آلاء فبأي آلاء
ربكما تكذبان ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ناظرین آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، سبق کو توجہ سے یاد کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.